بالنسبة جامع الكبير جامع تاريخي من آلاف السنين. من الشهر السادس على اساس عمر جامع الكبير هو مقدس اهل الموصل، واني من ضمن المنطقه. وهاي النفايات كلها صار مكب مع النفايات، اريد بس الحكومه تساعدنا تشيل الانقاض البلديه، وما اريد كل شيء، لا هاي بس تشيل الانقاض من الجامع حوطوا سيجوا لان الصانعه تتمرض من وراه. يعني مع كل الاسف تحول الى نفايات، إلى وصاخة. من بدت العالم ترجع ما لهم مكان يزتون، والدنابر بالدنابر تعرف زقة ضيقة وهذه، فقاموا يزتونون نفايات. يعني الحكومة بوقتها لو كان جابت شفرات وقلابات كل هذا الشيء ما يصير. الأوقاف نهائيا ما لها أي علاقة بها، ما عمرت أي مسجد بالمدينة القديمة الأوقاف، كل الأهالي متبرعين على يعمرون، والأنقاض كلها عتنزت يوم، يعني هالشكل يعني المعلم راح.